كان ماتش مزيان صراحه و لعابه لعبوا كاين فيهم اللي تقاتل كاين فيهم لا لا ضحك علينا ولكن ماشي مشكل المهم هو ربحنا وصافي المهم دزنا الفينال المدرب غادي مزيان خصهم يخليوه يدير خدمته وصافي هو غادي مزيان صراحه مي الا بداو كيتحكموا فيه عاوتاني من الفوق راه ما غيعطيش داكشي اللي باغي يعطيه هو نيش كاينين بزاف ديال العوامل اللي كيتحكموا في المدرب وفي اللعابه بحال المكتب المسير بحال الانتدابات هو كيبغي يجيب شي وحدين ولكن من الفوق ما كيبغيهمش مزيانين اللعابه اصلا راك شتي انت البينالتيات كاملين ولاد المدرسه اللي ماركاوهم الاخرين هذوك كاع اللي جايين من برا كاملين زقلوا مي ماشي مشكل المهم تاهلنا الرساله هما يكونوا رجال ويكملوا بدل المجهود اللي غاديين فيه دابا والله يسهل عليهم كاملين. بالنسبه للماتش ديال الرجاء البارح مع فريق بيراميدز اللي كان ماتش صعيب بصراحه ولحسن الحظ اللعابه كانوا فيزيكمو مزيانين ومورالمو قدروا يبقوا حتى الدقائق الاخيره ولي بينالتي وجابوا ان شاء الله الرباح والعز للمغرب والكره القدم المغربيه بشكل عام. بطبيعه الحال هو من الركائز الاولى الزنيتي ديال فريق الرجاء البيضاوي لا هو لا رحيمي عندك بين مالونغو حتى هو مؤخرا ولا من بين الهدافين ديال البطوله وكيعتمد عليه المدرب التونسي اللي وضع الثقه ديالو فيه والحمد لله بهذه التركيبه البشريه نقدروا نديو الكوب ديال الكونكاكاف ان شاء الله باذن الله علاش لا. محسن متولي كيتعتبر رمز من رموز ديال الرجاء اللي كانوا وشاركوا في بزاف ديال المباريات وعاونوا الدراري لا في البطوله لا في الالقاب خارج البطوله زعما مؤخرا نقص فيزيكمون وكاين هناك وقيلا عنده شي مشادات بين المسؤولين هذاك هو وقيلا علاش ما بقاش كيدخل ما هو من في غرفه الملابس كيساند اللعابه ديما مورالمو وكيعاونهم وكيقوي العزيمه ديالهم ديما حيت هو رجاوي قح كما كنقولوا كيخاف وكيموت على التوني هذا اللي نقدر نقول لك على محسن متولي. بالنسبه لسعد الشابي كبدايه كنقول بانه حقق شي حاجه ما حققهاش شي مدرب اخر كبدايه مع الرجاء الا السلامي اللي كان قبل منه وهو غادي دابا في الطريق الصحيح مادام انه وصل للفينال راه كيتعتبر انجاز بالنسبه ليه لانه يلاه شد الدراجه ما وقع لها 3 موا ما كايناش 3 شهور ما كايناش وكنتمناو ليه التوفيق ومادام انهم فهم مع اللعابه راه ان شاء الله غيكون غير الخير. بالنسبه لي واخا الرجاء يعني جاب التاهل الماتش ديال البارح كان ناقص بزاف ما كيوصلش يعني للتطلعات ديال جمهور الرجاء البيضاوي في المغرب وخارج الوطن. حنايا يعني بلاصتنا اصلا ماشي في هذه الكاس هذه حنا بلاصتنا في الشامبيونز ليغ وخصنا نتقارنوا دابا ماشي نتقارنوا خصنا نتقارنوا ونفوتوا الاهلي الزمالك الترجي نقصات دابا شويه. بالنسبه لي انا كرجاوي يعني رجاوي متعصب ولدرب السلطان بالنسبه لي يعني واخا كنتفرجوا ولكن ماشي هذا الراجل اللي كنعرفوا ويعني كنأملوا انه تكون انتدابات مزيانه انه الدراري الزوينين اللي عندنا في الفرقه يبقاو ويعني من السنه الجايه ان شاء الله نبداو نلعبوا على الشامبيونز ليغ وخصنا نجيبوها حيت دابا راه 20 عام ولا اكثر ما جبناهاش وسي دوماج. احسن حاجه يعني احسن حاجه اللي يمكن نستثمروا فيها كنقول عاوتاني كره القدم الحديثه ما يمكنش عاوتاني يعني تعتمد غير على الدراري ديال المدرسه ولكن اذا كانت عندنا 50% حتى 70% والرجاء قبل ما تكون يعني فرقه عاديه ماشي الوداد ولا هذا يعني عندها هويه عندها تيكي تاكا عندها دقه دقه عندها مدرسه سي تري امبورطون يعني الدراري ديال المدرسه خاص تكون عندهم واحد لابريزونس كبيره 80 70% وندعموا الفريق يعني بالناس اللي غادي تكون عندهم اضافه يعني هذه هي هادشي اللي كنشوف انا وليدات المدرسه خاص تعطاهم فرصه وراكم شفتوا الماتش الاخر يعني الدراري الصغار يعني كونتر الوداد يعني راه لا غير لا مانيير يعني ربحوا ماتش داروا ماتش كبير الفراجة والرباح. خاصنا اوسكار فيلوني جديد دويتي على المدرسه يعني خاصنا واحد المدرب اللي كيشوف المدرسه كيقدر يديتيكتي اللعابه اللي زوينين كنعقلوا مزيان على كشكوشه على زكريا عبوب على الدراري الصغار اللي طلعوا من المدرسه وهذا يعني خاصنا يعني مدرب
بحال اوسكار فيلوني اللي عنده هذيك العين ديال ليكسبير اللي كيديتيكتي الدراري الزوينين وكيطلعهم. المدربين اللي عندنا دابا يعني اوكي كاين شويه ديال الريزولطا، كان السلامي محل العام اللي فات، ولكن ما وصلوش بالرجاء للمستوى اللي بغيناه. هو الماتش ديال الرجاء غادي يكون في واحد الوقيته واللي هي فيها مجموعه ديال الضغوطات، لان هذه ما تنسيش على ان النهايه ديال البطوله، واي خطا ولا اي خساره راه محسوب على الفريق وما يحسبش غير على الفريق بوحدو، ولا حتى اللعابه كيعانيوا من واحد الضغط نفسي، الاداره التقنيه تعاني من ضغط نفسي، المدرب حتى هو تعاني من ضغط نفسي. كاين فريق الوداد اللي دابا الان راه سابق الرجاء بواحد ثلاثه النقاط، وبالتالي الرجاء دابا المنافسه محصوره ما بين الرجاء والوداد. الرجاء كتحاول اللعابه ديالها بالتقنيين ديالها كلشي جميع المكونات حتى الجمهور، راه كلشي باغي الرجاء تدي البطوله، لان هذا العام هذا كاين واحد الفراغ، وهذا الفراغ هذا ما يمكن يعوضه الا الفوز بالبطوله. اللي كينقص الرجاء وهو انه ملي كنشوفوا الغياب ديال العناصر الاجنبيه، خاصه اللاعب ذكرني بالاسم ديالو مالونغو، الوغ ملي ما كيكونش مالونغو الرجاء كتلف، اللعب ما كيبقاش هو هذاك، ملي كيدخل هذاك اللاعب وكان الرجاء بحال كي تنقولوا حنا كتستابيليزا. واش هذا عنصر نفسي؟ واش هذا عنصر رياضي؟ واش هذا واحد المساله تقنيه في الرجاء؟ خصنا نتزوجوها بان العنصر فعلا عنده الاهميه ديالو وعنده القوه ديالو، ولكن هذاك راه ماشي هو الفرقه. الفرقه تيخصها تبقى ثابته، لانه خصنا نوجدوا راسنا انه غادي يكونوا واحد الاسباب ربما اللي ما تخليش مالونغو يلعب مع لقاء ولا جوج ولا ثلاثه ولا حتى جوج ديال اللعابه اخرين. هذا ما تيعنيش على ان الرجاء الا ما كانوش واحد جوج ولا ثلاثه ديال اللعابه ان ديك الفرقه غادا تسالي وان ديك الفرقه راه غادا تنهار. فاللي كنلاحظوه راه الغياب ديال مالونغو راه تيطرح واحد المجموعه ديال علامات استفهام. هاد علامات استفهام خاص الاداره التقنيه انها تنتبه ليها. مالونغو مهم، الرجاء خصها تلعب بمالونغو وخصها تلعب بلا مالونغو. اللي يكذب عليك الكذاب يقول لك على ان النهج التكتيكي ديال المدرب الجديد غادي يبان دابا، ما غيبانش دابا. دابا حنا محصورين والرجاء كلها مضغوطه بنهايه المسار ديال البطوله. النهايه ديال المسار ديال البطوله هي اللي غادي تخلي الفريق يحظى بواحد الدعم نفسي من الاول. ملي غادي نديو البطوله هذيك الساعات الرجاء غادي تفكر في بزاف ديال الحوايج، واللي من بين هذيك الساعات عباش غادي تكون حتى الاداره التقنيه حتى هي تحللت من هذاك الضغط النفسي ديالها، لان ما تنساش على ان المدرب حتى هو راه تيعاني من ضغط نفسي، لانه خصو يثبت الذات ديالو داخل الفريق، وخصو يثبت الذات ديالو كمدرب جدير بالثقه ديال الرجاء وبالمكونات ديال الرجاء، فتا هو راه تيعاني من ضغط نفسي، وبالتالي اللي غادي يجعل هذا الضغط النفسي يتحلل وغادي يجعل ان هذا المدرب غادي تبان الخدمه ديالو هو الفوز بالبطوله. لان البطوله خص الرجاء تجيبها وتاخذها، باش ما كان خص الرجاء تاخذها، لان عندها فرقه وتستحق انها تاخذها. حاليا المنافسه بطبيعه الحال راه محصوره مع فريق الوداد البيضاوي، وهذه منافسه شريفه واللي غادي يستطع انه في اللقاءات الاخيره انه غادي يتحكم في زمام الامور وغادي يحاول يربح الماتشات اللي بقى، راه غادي يفوز بالبطوله. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.